طب انا دلوقتي فرحانه من قلبي، فرحانه لاني بحب الناجحين، الناجحين قوي ما شاء الله، ولما يكونوا كمان شباب صغيرين، ولما يكونوا بنات. ففرحتي يعني في السماء. معايا بنتين يعني عندهم براند للملابس اسمه ديدو. ديدو مش بس كده بقى الشهره على المستوى المحلي، لا ده احنا بقينا نصدر كمان لبره. فارحب بالامامير اللي معايا دلوقتي. معايا الجميله يوستينا. يوستينا الصغنونه. ايوه انا صغيره يوستينا. والجميله دينا. دينا يوستينا ودينا. فرحانه بيكم. احنا مبسوطين صدقيني احنا مع حضرتك النهارده. فرحانه بيكم وفرحانه بشغلكم، لان انا اتفرجت على بعض الموديلات، ماتيريال عظيم، فينيشنج بتاع بلاد بره. يعني لا يعني كنا ساعات نعيب على المنتج المصري، لا اصل الفينيشنج التفاصيل الاخرانيه، لا انتوا حاجه. انا شكيت يعني، انا شفت فستان جينز رائع يعني. ذوقكم يسلم، ذوقكم البنوته هنعرضه دلوقتي، يا ريت تشرفنا البنوته. الماتيريال عبقري، الفينيشنج زي الفل. فيعني انا كانه يعني كاني فعلا شاريه من بره يعني. بس يا سلام على الجمال، يا سلام. هو ده ما شاء الله ما شاء الله. روعه الدرس ده وجماله. انا شفتها بقى وانا ماسكه الماتيريال وشايفه والله العظيم يا جماعه انا فاكراها من بره. فده تصميماتكم، ده تنفيذكم، ده هتشوف حاجات تانية كمان حلوه يعني كتير جدا جدا. كلموني انتوا ازاي حققتوا النجاح العظيم ده، وشهرتكم ما شاء الله اتسعت جدا. باين انا لما شفت شغلكم قلت لا هاتولي البنات الحلوين دول. ميرسي خالص لكلام حضرتك الجميل ده. دينا الاول. حضرتك احنا براند ديدو بقاله 30 سنة في السوق. لأن ايه؟ لا ثانية واحدة، ديدو 30 سنة؟ امال انتوا اساسا ده انتوا اجنة. لان هو انا عندي 28 سنة. بسم الله عليك. ووالدي هو اصلا مؤسس البراند، حتى هو اسمه ديدو لان انا اسمي دينا وهو اسمه عادل. يعني كان زي نيك نيم ديدو. ايوه. احنا انا اصلا دكتورة اسنان واختي دكتورة اسنان برضه. ما شاء الله. بسم الله عليكم. بس احنا بصراحة عملنا كارير شيفت، لان كنا دايما بنحب قوي مجال الملابس وبنحب الفاشن. هو بصراحه فاميلي بيزنس، انا واختي واخويا ووالدي ووالدتي، فاحنا كلنا مع بعض. ممكن اسقف العيله الحلوه دي. ميرسي جدا. انتوا مثال مشرف، والحقيقه مثال مشرف، لان انتوا مش مستسهلين التفاصيل والفينيشنج اللي في شغلكم. اختياركم للماتيريال يعني فستان زي ده يتورث. اولا جينز ما بيقدمش. أيوة فعلا. ثانيا انا يعني اقول لك ايه، انا موديل شيك جدا جدا، اعمار مختلفه تقدر تلبسه الحقيقه. بالزبط. يعني وشيك وبسيط ولذيذ وحلو كده. هو احنا يعني بنحب ان احنا دايما يبقى عندنا تنوع كبير في البراند، بحيث ان البنت محجبه او غير محجبه وباعمار كتيره تقدر تلبس الحاجه دي، وحاجه تكون يعني ممكن تقعد معاها سنين كتير، لان بنهتم جدا بالكواليتي. بالظبط. وعايزه اقول لك ان يعني ممكن ام وبنت يلبسوا مع بعض، ان في شياكه. والحقيقه زي ما قلتي برضو اللبس بتاعكم، لما شفت موديلات كتير يعني للاسف مش هنقدر نعلق كل الموديلات، بس في موديلات لو لبستها ولبست اشار فانا محجبه. بالظبط. يعني في منتهى الشياكه والاحترام، ومناسبه كمان للمود بتاع المصريين. اكيد بتتعبوا في التنفيذ، يعني انتوا بتختاروا ازاي الناس اللي بيصنعوا لكم ويعملوا لكم فينيشنج حلو كده؟ احنا اصلا المصنع زي ما بقول لحضرتك كان فعلا بقاله 30 سنه، بس انا واختي لما عملنا كارير شيفت حبينا بقى ان احنا نطور من المصنع، حبينا ان احنا حسينا المنتج المصري ده يستاهل ان هو يطلع فعلا بره مصر. يعني انتوا كمان مسكتوا المصنع؟ احنا مع والدنا في المصنع حبينا نضيف حته التصدير، هو كان مشهور محليا. ايوه. لكن حبينا ان احنا نضيف موضوع التصدير ده. وعارفين يعني ايه يا جماعه موضوع تصدير؟ يعني الاجنبي بره مصر لا ده يعني بيوزن الحاجه وتفاصيلها، والحد اقول ايه الكبشه السوسته. فان مصنع ديدو او براند ديدو يصدر كمان لدول زي تركيا مثلا، ده شيء. وفين تاني؟ تركيا والمغرب كمان. بتصدر للمغرب وايرلندا، وان شاء الله بدانا دلوقتي مع أوروبا براند كمان. ايطالي يعني وايطاليا كمان. لا ده افترا بقى، يعني احنا رايحين لبلاد الموضه.
وبلاد التصنيع يعني تركيا دي معروف انها بتصنع يعني معروفه بالفاشن اصلا تركيا. فان انتوا توصلوا لحد هناك ويتاخد منكم شغلكم مصر تفرح بيكم يعني وبالجيل الجديد وبالدماغ الحلوه دي وطبعا تفرح ببابا وماما انهم برضو بيساعدوكم مش انتوا اللي بتساعدوهم صح ولا لا؟ طبعا هم بيساعدونا جدا. بصوا احنا معانا صور هيك يا سلام على الشياكه والجمال يا سلام على لبس البنوته الحلو الله الله انتوا يعني كله الجينز ما هو انتوا عاملينه احنا احنا اللي مصنعين الاوتفيت كامل انتاج مصنعنا الله والديزاين ده كمان حلو قوي ورقيق قوي ده كتان كان طالع موضه قوي الصيف ده بس انا شفت برضو الماتيريال معاكم الكتان اللي عندكم مختلف انتوا بتجيبوا ايه زي اللي انا لابساه ده هي اللي هي لابساه ده برضو كتان جديد برضو ده انتوا برضو طب انتوا بتقفي ولا مش هينفع ده انا اسفه تعالي اقفي هنا معلش يعني انت مايك امسكي المايك في ايدك عادي لا امسكيه في ايدك عادي امسكي المايك المايك ورا لان الحقيقه برضو ده كتان ديدو برضو بس هنا؟ احنا عندنا في ديدو يعني قررنا ان احنا مع التصدير الموضوع طبعا ما كانش بالسهوله دي احنا زودنا الجوده وكواليتي كنترول القماش لازم نعمل له تيستينج انه ما يبقاش بيضايق البشره انه ما ينكمش ما يبصش وتصميم الموديلات مين بقى انت ولا لا هو المصمم الاساسي طبعا بابا بس احنا بقى طبعا بالفكر الجديد والروح الجديده بابا في المنتجات ويسلم ذوق بابا وماما في انتاجكم اتفضلي عشان الموديل معانا برضو تتفضل الموديل تقريبا احنا كنا شايفينه بقى هنشوفه لايف كده وملبوس الموديل ده تحفه ممكن مثلا ابي بعد الظهر يتلبس ممكن في الـ في الـ في الساحل ممكن الله في خروج اعياد ميلاد الله وعايزه اقول لك ده كمان بيقدروا يلبسوه محجبين كلاينتس كتير جدا بيلبسوا تحتيه يلبسوا تحتيه صح حلو قوي والكمر كمان اللي هو الموضه اللي هو الاثنين كمر الفيونكه برده موضه قوي دلوقتي أيوة. والورد كمان صح. فعايزين نبقى دايما يعني كده مع الموضه أيوة. مع الترندات الجينز كان طالع موضه قوي فعلا الصيف اللي فات ده برده عشان كده الفستان الاولاني كان تحفة. جينز هنا حبينا نضيف الجينز على القماش العادي بحيث ان ندي تاتش جينز برده تحفه يسلم ذوق بابا الحمد لله وماما بقى وماما بقى يا جماعه بصراحه هو فعلا عمل جماعي يعني احنا فعلا بنحاول اللي فعلا فينا شاف ان في حاجه طالعه ترندي حاجه طالعه جديده بنحب ان احنا نضيفها هي جميله يعني. والسوسته اللي ورا والتفاصيل بتاعه حتى الحمالات الاكسسوارات اللي فيها ممكن الكاميرا ما تبقاش شايفاها طب انتوا ايه انتوا ده الرقم التليفون انتوا بتبيعوا جمله ولا قطاعي احنا الاثنين احنا شغالين جمله المصنع بيبيع دايركت جمله للمحلات اللي موجوده في جميع المحافظات يعني انا هتصل على الرقم ده انا عايزه تبعتوا لي بقى لان انا على ضمانتي انا بقول لحضراتكم على ضمانتي انا شايفه بقى من قريب وشفت التفاصيل جوه وشفت الحاجات انت بتشتري منتج عالمي مش يعني مش محلي يعني من حيث الاكسسوارات اللي في المنتج في اللبس نفسها السوستة يعني انا ما اعرفش حتى بتجيبوا انتوا بتستوردوا الحاجات دي ولا ايه احنا فيه طبعا شويه من الاكسسوارز وشويه قماش بيكونوا مستوردين وفي حاجات تانية طبعا مصر بتتميز بها زي الاقطان مثلا الموديلات دي كمان الحقيقه تحفه ده كتان برضو هو كان بصراحه كتان كان مكتسح بيحصل شويه ابتزاز هل ممكن نعمل بس كده خصم حاجه لمده مثلا يومين ثلاثه اللي هيشتري جمله مثلا بتاع الجمله طبعا مين اطيب واحده فيكم انت ولا انت انا عايزه الطيبه هي اطيب شويه طب لا يبقى انت قولي لنا كده احنا كمان عندنا ستور يعني عندنا محل بنبيع قطاعي في شارع الثوره 82 شارع الثوره المازه 82 شارع الثوره الرئيسي تمام طبعا اي بنوته بتتفرج علينا وجايه من طرف البرنامج ليها خصم 10% 10% لمده قد ايه للمده اللي تحب اسبوع اسبوع رايك بقى 10% اسبوع اللي هتروح المحل في 82 شارع الثوره الماظه مصر الماظه مصر الجديده طب الجمله بقى معلش جمله الجمله بقى يعني مع بابا بقى وهيبقى في خصم لو حد قال كلمه سر بنت البلد ايوه بالظبط خصم كمان اللي بتوع الجمله ننتهي فرصه ما تتكررش لمده اسبوع برضه حبايبي انا بشكركم قوي بشكر حضرتك ديدو وان شاء الله هاجي لكم بقى لا ده هنغير مكان حضرتك ربنا يخليكم حبايبي ميرسي جدا وسلامي لبابا وماما وعاشوا الجمال دول وربنا يكتر من امثال الشباب الحلوه والابهات والامهات الحلوين برضه ميرسي يا حبايبي جدا ميرسي جدا لحضرتك للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت استنوني دايما على قناه تاني وبنت البلد شكرا لديدو وشكرا ليكم ميرسي لحضرتك